اليوم مشاهدينا ضيفنا ضيف مميز، طبيب أسنان مهتم بصناعة المحتوى طبيب؟ بموقع التواصل الاجتماعي. ربنا جابه عشان القولون اللي عندي. لا لا استنى، طيب تقول تقول طبيب؟ ايوه هي، بس هو يعني أسنان مش يعني رايفة القولون؟ لا 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 لا. طيب انت عندك أسنان في قولونك؟ دي القولون مسوس عندي. طيب طبيب أسنان مهتم بصناعة المحتوى بمواقع التواصل الاجتماعي لمساعدة الطلاب على عيش حياة جامعية أفضل، مقدم برنامج ألف خطوة لرمضان 2019، متحدث في تيدكس وخطاب اسمه أسمع العالم صوتك، أسس مبادرة أنت أنا للربط بين الطلبة الجامعيين وطلبة الثانوية بالسعودية. اهلا فيك الدكتور عبد الله. لا انت ما تحب تقول يعني تواضع؟ لا انا مو تواضع ولا شيء، بس هي جوه العياده دكتور برا العياده خلاص عبد الله يصير. خلاص حياك الله مراد، حياك الله دكتور، حياك الله يحييك. منورين انت، منورين يعني قولا وفعلا ما شاء الله. الله يسلمك. اصفر اصفر وروح حلوه، حياك الله. الاصفر منور، شوف نورك يا دكتور. يعني احنا كل يوم، اول يوم جينا اتفقنا ان احنا نلبس رمادي، ثاني يوم قلت لا خلاص ما حنتفق معاه، انا هلبس وهلبس، فاحنا صرنا كل يوم نلبس نفس الالوان يعني بدون ما نتفق. سبحان الله في خواطر. الله يخليك. طيب بما ان احنا اليوم بنتكلم عن صناعه المحتوى وعن رمضان، خلينا نتكلم عن الاجتماعيات في رمضان، كيف احنا بنحاول ان احنا نربط بين الاثنين في رمضان، وانت من خلالك بتوصل هذا الشيء للمشاهدين تبعونك. حلو، العلاقات الاجتماعية. أيوة بشكل عام. أيوة. أنا مؤمن تماما أنه الحياة اليوم تعتمد بشكل كبير على المهارات والعلاقات، فعلى قد ما تستثمر في مهاراتك وعلى قد ما تستثمر في علاقاتك راح تكون الإنسان اللي أنت تتمنى تكون عليه. فبالتالي أتوقع رمضان، إذا ما كان رمضان فرصة أنك تقوي فيها علاقاتك الاجتماعية، متى راح تجيك هذه الفرصة؟ يعني مرة واحد من أصدقائي كان يقول لي على قد ما إحنا تيجينا مثلاً بودكاستات هذه اللي أيوه. بودكاستات حقت الواتساب وما أدري إيش والتهنئة اللي يمكن نقراها ممكن نقراها، لكن في ناس تعني لهم، يقول لك والله هذا بارك لي وهنأني برمضان، وهذا بارك لي بالعيد. أتذكرني برسالة حتى. أتذكرني برسالة رغم إنه أنت يعني هو في الأخير برودكاست للكل، وأنت ما أنت داري عن من أنست ومن ما أرست. فهذه الأشياء البسيطة فعلا تفرق عند الناس، وأتوقع إنه رمضان فرصة عظيمة جدا بكل تستغل كل الاختلاف الموجود في رمضان إنك تستثمر حتى في علاقاتك الاجتماعية. طب أعطينا مثال عن إن أنت كيف بتقضي يومك في رمضان خلال العلاقات الاجتماعية، يعني كيف بتسوي، إيش بتعمل عشان الناس كمان تستفيد؟ والله ما في شيء مختلف، يعني أبدا ما في أي شيء مختلف، لكن على الأقل رمضان يخليك تتذكر الناس الحلوة في حياتك، يعني هم اللي يوصلوا لك واللي أنت تبادر وترسل لهم وهكذا. لكن يومي في رمضان يوم طبيعي تماما. أول يعني يوم فطور فعلا دكتور؟ أصوم أول يوم. أول يوم فطور لا في بيتنا طبعا. بيتنا. كيف أيه. هذا أول يوم لازم يكون أيه. اجتماع عائلي. هذا ستاندر ما في كلام. أيوة كده يعني لازم كنا مع شباب الكلية ما شاء الله. واليوم ما ادري اليوم برضه في بيتنا. انت زي اول ثلاثة ايام كذا كلها برا ما شاء الله. لا لا اليوم امس اللي برا. امس اللي برا، لكن اول يوم اللي هو العائله طبعا المعروف. طبعا هذا ما فيها كلام. ايوه لانه ابو الفتوح ما انت فاهم، هو علاقاته الاجتماعيه يربطها بالاكل. يعني اي احد عنده فطور. المشكله شكله بكره معاك ان شاء الله. المشكله رمضان 30 يوم واصحاب اكثر من 30، فمحتاج رمضان وبعد رمضان. طب روح مرتين في اليوم عشان كذا. يلا جات فيها ستة من شوال. ها طيب احنا بنشوف في رمضان العلاقات الاجتماعيه والاشياء اللي بنشوفها في رمضان انها بتعلى اكثر، زي ما انت حضرتك قلت انه احنا لازم نحاول ان احنا نظبط علاقاتنا الاجتماعيه بالاهل وبالاقارب وبالاصدقاء. طيب بما انه انت اول يوم مع الاهل وبتحاول ان انت، متى انت بتوقف كده قدام الشاشه وبتدينا نصائح انه في رمضان لازم تكون علاقاتكم جدا كويسه؟ يعني هذا الوقت متى بتخصصه في رمضان؟ متى في رمضان ايش؟ ان انت بتقدم هذه الاشياء اللي انت بتعطي معلومات في السوشيال ميديا، في السناب، في الاشياء هذه، انهم تقول لهم يا جماعه في رمضان لازم تنتبهوا لهذا الشيء. حلو. انا والله ما اتكلمت عن موضوع العلاقات الاجتماعيه لان هي في الاخير ما شيء منطقي مألوف عند الناس. صحيح. لكن اذا في شيء، ما ادري اذا فهمت سؤالك، انه اذا في حاجه قاعدين نسويها في رمضان. أيه. حاجه اعلاميه. أيه. أيه. فاحنا شغالين اليوم على برنامج ألف خطوه. اول حلقه ان شاء الله احتمال تنزل اليوم احتمال تنزل بكره، ما اعرف. على حسب خالد الشباب. ايوه احنا قلناه في المقدمه عن ألف خطوه. ألف خطوه بالضبط. هو هذا العمل الاعلامي اللي في رمضان، واللي يتكلم عن تجارب دراسيه لاشخاص مميزين، خلينا نقول، او ناس مؤثرين، نتكلم كذا عن جانب مختلف في حياتهم. لكن موضوع العلاقات الاجتماعيه في رمضان احسه تحصيل حاصل، لازم اصلا شيء يكون موجود في 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 حياتنا في رمضان خصوصا. طيب خلينا كمان بس كذا ونجاوب كذا. ايوه حلو حلو. عادي احنا اخذنا الوقت دكتور. الله يسعدك. لا والله الشباب ما قصروا برا. هو المشكله حاجه واحده، كله حيخرب الاسنان، حلويات وده حلو، بس نشوف الضرر اقل. لا ممكن قهوه. ممكن قهوه فيه طبعا، بس خلينا. ايوه طيب خلينا كمان نسالك عبد الله،
انه احنا دائما في رمضان بنشوف اغلب اوقاتنا على المسلسلات، اغلب اوقاتنا على انه احنا بنروح نلعب العاب مخصصه بس في رمضان. تسلم الله يا حبيبي الاشياء هذه. شكرا ابو مفتوح، ما تعرف انت ما تعرف. انا بقول الاحلى. تسلم، انا بخلي هذا على جنب. ايوه من باب الخبر. تسلم الله يا. طب اديني اياه وانت ماشي. ابشر. لا خلاص انا شكرا، الله يعطيك العافيه. لا انت خذ بعد وديها بعدين. ابو مفتوح انت ممنوع من هذه الاشياء. ها لا دكتور سامح لي اليوم. هذا دكتور اسنان ابو فتوح، انت تحتاج. طيب خلينا كمان يا عبد الله اذكرك كمان بالسؤال، انه خلال رمضان بنحاول نشوف الناس مشغله بانه انا حتابع 4 5 6 مسلسلات. تفضل. تسلم يا حبيبي والله. شكرا. او انه انا انزل العب يعني فرفيره، الالعاب هذه طراطيع والاشياء دي، لكن بيغيب الجانب اللي هو بنقضيه مع بعضنا، يا على السوشيال ميديا يا على المسلسلات يا على الاشياء هذه، بنحاول نقضي رمضان. لكن رمضان هو مختلف بشكل عام، يا في الطاعات يا انت زي ما قلت انت نعمل برامج توعويه. ايش رايك في هذا الموضوع؟ والله شوف طبعا الاشياء هذه موجوده في رمضان والطقوس المختلفه، احس ان هذا جزء من حلاوه رمضان. بغض النظر هي شيء سليم شيء مو مره سليم، لكن هي جزء من جو رمضان. حتى البقالات تقفل قبل الفجر. لكن كيف ممكن تستغل هذه العلاقات، او كيف ممكن تستثمر العلاقات الاجتماعيه؟ انا ما ادري ليش قاعد اسولف عن العلاقات الاجتماعيه بشكل خاص، لكن انا تعرف ليش؟ انا اقول لك ليش. هو موضوع حلقتنا اليوم؟ لا هو مو موضوع حلقتنا بشكل عام، احنا عندنا متنوع الحلقه، بس عشان احنا زي ما انتم شايفين يعني انا وانا جاي مثلا اليوم كنت معزوم عند واحد من اصحابي، فطرت عنده، في واحد اتاخر علينا ما جاء الا بعد ساعه ونص، فكان الموضوع بالنسبه لي تاثير للعلاقات الاجتماعيه في دكتور. مش هو مش انت مش انت فاهم ايش قصدي؟ فهذا الموضوع كثير اثر فيه يعني، ف يعني هذا الموضوع كمان اثر فيه انا، عشان كذا خلينا ايش نعطي حق للموضوع في العلاقات الاجتماعيه وبعدين ننتقل للجزء الثاني عشان نتكلم فيه. فهمتني؟ حلو حلو. بشكل عام والله موضوع استثمار يعني احنا ممكن في كثير من الاحيان حتى في بيتنا احيانا ما يجتمع نتغدى مع بعض في الاسبوع الا مرتين ثلاثه. صحيح. لكن في رمضان انت كل يوم لازم كلنا نحط في وقت واحد، كلنا راح نسحب في وقت واحد غالبا، فليش ما تستغل هذه اللحظه انك تقضيها مع احد موجود، سواء حتى لو بسيط واحد ابغى اوصل له بعد المغرب اتصل به اكيد حيكون موجود. ونعمه يا محمد انه احنا نكون موجودين، ويا مراد انه احنا نكون موجودين يعني بين اهالينا وبين حبايبنا ونقضي رمضان بينهم. كيف الناس اللي موجودين اليوم في غربه ما عنده احد اصلا يفطر معاه، فيعني شعور والله مختلف تماما، فليش ما تستغل الشيء هذا؟ تمام. طيب خلينا كمان دحين نبعد عن العلاقات الاجتماعية، إيش هو صانع محتوى؟ كلمنا عن نفسك، يعني أنت كيف بتصنع محتوى جميل تقدمه للناس؟ أو خلينا نتكلم عن صناعة المحتوى بشكل عام. أتصور إنه هو التعبير عن الأفكار والتعبير عن الآراء بأي طريقة شئت، سواء تبغى تكتب، تبغى تصور، تبغى فيديو، بأي طريقة كانت تقدر تعبر فيها عن أفكارك وآرائك. الإشكالية اليوم إنه صرت لما تقول صانع محتوى وكأنها صارت مهنة ولا مهنة، اللي ما عنده شيء يكتب في البايو يكتب صانع محتوى. يعني صانع المحتوى لي أسس ولي مو واحد يكون صانع محتوى. مو بالضرورة أنت معك جوال تقدر تصور، أنت معك جوال تقدر تصور يا مراد، أنت مو بالضرورة تكون مصور لأنك قاعد تصور بجوالك، لكن لما مين اللي يقول عليه صانع محتوى؟ بالضبط. أنا زي ما قاعد أقول لك اليوم إنه أنت لما تصور بجوالك ما تعتبر مصور، لكن لما تبدا تطلع على مستوى احترافي تبدا تطور في الموضوع، يكون عندك استمراريه، تحول الموضوع بشكل احترافي، انت كذا صرت مصور. نفس الكلام في صناعه المحتوى، احنا كلنا بنكتب تغريدات، كلنا بنرسل رسائل، كلنا بنقدر نصور فيديوهات، فاحنا كلنا بنساهم في صناعه المحتوى. من هو صانع المحتوى؟ الشخص اللي يعتبر هذا الشيء جزء من حياته، بيستمر في الموضوع، بيتطور اكثر، بيخصص كذا جزء من وقته بيعمل حاجه. ففي اليوم صناعه المحتوى صارت يعني اعتبرها فرع من فروع العطاء، اي احد يقدر يعطي في اي مجال، في اي مجال كان، فممكن اللي عنده فلوس يعطي فلوس، اللي عنده خبره يعطي خبره، واللي يقدر يعطي في المحتوى يعطي في المحتوى. طيب احنا كمان عرفنا عنك انه انت بتساعد الطلاب في الحياه الاجتماعيه اللي ما بينهم، اللي هو في الجامعه وبين الثانويه، صحيح؟ يس ايوه هذا. أيوه. هو تركيزي. طيب انت كيف بتحاول ان انت تجمع بين هذه الاشياء؟ كيف بتعملها؟ كيف خطواتك ان انت وصلت لهذه المرحله؟ حلو. انا لازلت قاعد اسعى، يمكن ما اعتبر وصلت في المكان اللي الواحد وده يعني يصل اليه في دارة التأثير، لكن بدا الموضوع سنه رابع طب اسنان. طيب. انا تخرجت كده قبل يعني السنه هذه. تخرجت دفعه كام يا دكتور؟ ما شاء الله 13.
2013 لا 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 13 في الـ انا خريج 2019 2019 لسه ايوه فريش لسه جديد على وجه 2019 لكن نظام كليتي 13 ايش اسمه ايش كنت بقول ايوه هو هو اللي هو لا لا 2019 اسمه الطلاب والاشياء اللي انت قدمتها أيوة بالضبط أيوة. الموضوع بدا من سنه رابع اسنان كان نفسي اسوي حاجه كان نفسي اقول للناس ترى في حاجه ممكن اقولها فقط فاتذكر ذيك اليوم كذا قعدت اصور سنابات قعدت من بعد العصر لين المغرب عشان اصور سنابه من دقيقه ونص اتوقع لسه على الواحد حتى ما هو كذا متعود على الكاميرا ولا هو ما يحس فيه علاقه في ارتباك بينه وبين الكاميرا طبعا بعدها خلاص الموضوع بدأ يجي كذا تدريجيا انه لا خلني خلاص اسولف في الجامعه انا طالب جامعي ابغى اعرف معلومات اكثر عن الجامعه ابغى افهم تجارب الناس في الجامعه في طلاب لسه جدد اوكي خلينا نساعد بعض فركزت في شيء فبدا الموضوع يس فبدا الموضوع من هذيك الايام تمام طيب انت سمعت سؤالنا في الاول متى شرع الصيام متى شرع الصيام ايش الاسئله الصعبه هذه يعني صعب مرادي ليش طب سهل لهم يا طيب احنا عشان كمان تساعد المشاهدين يعني تعيد السؤال مرتين أيوه. حاول تلمح للناس ايوه بالضبط هو لمح لا اللي ما فهم الحين لا خلاص هو لمح مراد ركز عليهم الهاشتاج يفعلوه طيب خلينا كمان بعد اذنك عبد الله نذكر المشاهدين انه يا جماعه ركزوا في الهاشتاج ومتى هو السؤال هو متى شرع صيام رمضان متى شرع صيام رمضان اللي جاوب مره يجاوب مرتين وثلاثه ويشارك في الهاشتاج بشكل اكبر عشان يروح ويكون له النصيب الاكبر في الفوز ونرجع لضيفنا طيب انت كمان عندك مشروع ثاني اللي هو اسمه انت وانا صح انت انا رابطه انت وانا طيب كلمنا عنها هو التفريع لصناعة المحتوى في هذا المجال لما تتكلم في مجال له علاقة بالجامعات والتخصصات يبدأ الطلاب يحسوا أنك أنت خبير في كل التخصصات أنت خبير في الهندسة وأنت فبالتالي تجيك أسئلة من كل مكان وأنت ما تعرف تجاوب عليها صراحة في نفس الوقت في طلاب جامعيين مستعدين يجاوب على استفسارات الطلاب يقول يا جماعة تعالوا سألونا فليه ما نسوي حاجة كذا بينهم فهذه فكرة المنصة بدأنا فيها في رمضان الماضي طبعا هي كانت كذا بدأت صغيرة وبعدين كبرت شوي لكن على وضعها الحالي بدأت من رمضان الماضي والفكرة بكل بساطة طالب جامعي من تخصص معين يقدر يساعد طالب في الثانوية يدخل طالب الثانوية يبحث عن من جامعة الملك سعود تخصص رياضيات خلاص راح يلاقي طلاب من تخصص رياضيات من جامعة الملك سعود يقدر يتواصل معهم عن طريق تويتر ويجاوب على استفساراته فكرة بسيطة جدا لكن بتعمل أثر عند الطلاب إنهم بيتطوعوا في علمهم وعند الطلبة المستجدين في إنهم فعلا بيعرفوا معلومات ما كانوا يعرفوها عن تخصصات معينة طيب تمام عند دكتور عبد الله علاوي خيرا سألت يا أبو فتوح نوع أنا أسألت نوع تاني عشان كده إيش رأيك بالشوكولاتة؟ يعني أنا ما كنت أطلب دوق واحدة بس يعني حذوقها بعدين أديك أبو فتوح هو عامل دايت أو حاجة ممكن افشل حاجه الدايت بس القهوه صراحه خرافيه تستاهل انت اللي سويتها لا اشتريتها عظيم يعطيك العافيه اي والله هذا زميلنا اعجاز اللي عامل القهوه الله يدير عافيه اعجاز اشكر اعجاز على يعني ما شاء الله بيعمل قهوه جدا جميله دكتور الابتسامه شيء تابع للاسنان صح الابتسامه هو صلب الاسنان يعني ما اعرف هل الفرق بين الابتسامه والابتسامه ايش الفرق يعني ابتسامة سرون بيضة غير سرون مسوسة غير ده ولا هو شوف دائما الابتسامة الطبيعية تفوز في كل مكان يعني زي ابتسامتك ايوه ما روعك بس عندي سنة ما تضبط لي والله عيوني لك يا اخي انا مسوي فيلم ده عشان السنة ده تصدق لا لكن صدق برضو محمد على السيرة اليوم صارت كل الناس يبحث عن ابتسامة هوليوود وانه يكون أيوة. عنده ابتسامة بيضة ايش ابتسامة هوليوود هذه هي انه تخلي اسنانك بيضة بس يعني انه تحط تركيبات على اسنانك وفي تركب علي هوليوود انا تركب على كل احد لكن الفكرة انه اذا عندك اسنان طبيعية ما فيها حاجة بس انها مصفرة شوي ترى لون اسنانك الطبيعي يكون مايل للصفار فبس عندك أسنان مرتبة أو تحتاج ترتيب فتحط تقويم وخلاص خلاص بس أنت كذا عندك ابتسامة طبيعية في حالات معينة هم اللي يحتاجوا يعني أنت تقول الأسنان صارت نوع من التجميل يا دكتور من هل الأسنان صارت نوع من عمليات التجميل حتماً إحنا عمليات التجميل ما أتوقع أن تصنف لهذه الدرجة عملية تجميل لكن في الأخير هي أصدق لها هي تعتبر عملية تجميل عملية تجميل ما هي عملية يعني جراحية تجميل أيوة. هي تجميلية في الأخير طبعا أحيانا تدخل فيها جراحة نبدأ نسحب يلا نسحب طيب في دقيقة تنحسب أول شيء ولا في دقيقة طيب نروح نشوف الدقيقة نبدأ العد التنازلي يلا
هذا جهاز القلب دكتور شوف حلو هو مركز مع الامراض مركز مع جهاز القلب والقولون والاسنان يعني خلاص عارف اللي هو اي دكتور. طيب يا جماعه معاكم 48 ثانيه زي ما انتم شايفين الدكتور او عبد الله علاوي حيكون صاحب الضغط على الفائز يعني هو حينول الشرف هذا. انا والله عمي سيفان من اول تبغى تشارك فامر عساها شاركت ايوه احنا لو لقينا اسمها حاول انك تسحب لو جات الجائزه بالنص المصروح ما دخلت ولا ريال الدقيقه نص بيني وبينهم اللي بيني وبينك اي شيء طيب خلاص طيب يا جماعه باقي 30 ثانيه او اقل عشان نركز يلا حاولوا تركزوا حاولوا تركزوا المشاركات حقتكم فعلوا الهاشتاج فعلوا الهاشتاج والله توتر انا نفسي توترت كيف ايوه ايوه 10 9 مع بعض 8 7 6 5 4 3 2 1 انتهى العد يلا اضغط اخر تحديث واضغط الاسم لازم يكون حقيقي اوكي لازم يكون اسم حقيقي طيب هذا المفروض حقيقي صح ايوه ايوه يلا متابع كمان قناة تقرا يا عدنان ولا لا لا في شيء عدنان ايوه متابع شكله متابع لا نتاكد متابع. الف الف سلام مبروك. عليك يا عدنان سلام عليك عدنان العتيبي الف 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 مبروك الفائز الثالث عدنان العتيبي بمبلغ 1000 ريال مبروك يا عدنان فالك الفوز مبروك يا عدنان لا هو واحد يعرف شغله يا دكتور والله ما اعرف بعد اسمه عدنان اكيد والله مره عدنان طيب انا يعني عدنان وليد فرحنا تحس انه هو اللي حياخذ الجائزه هو اللي فعلا انا حاسس يا دكتور وجهك طيب يا عدنان الله يديك مبروك الف الف مبروك يا عدنان الف الف مبروك الفوز عدنان العتيبي من المملكه العربيه السعوديه الف الف مبروك وجائزه بقيمه 1000 ريال سعودي والاجابه كانت في السنه الثانيه للهجره نذكركم مشاهدينا الكرام ان شاء الله بكره حتكون جوائز اكثر والربح حيكون معانا بالتركيز على الهاشتاج اكبر مشاهدينا الكرام نحب نشكر لك نشكر وجودك معانا الله يسعدك يسعد اللحظات والله يا مراد يسعد اللحظات نورتنا دكتور وغنستنا والوقت عدى معك والله الله يسعدك الله يسعدك حبيبنا وروحكم الحلوه هي اللي تخلي حبيبي يا دكتور الله يديك العافيه يعطيك العافيه